الناس المقصر من الناس حينما يشرع في المتاب ربما يكون عنده خلل في كثير من هذه الأمور التي ذكرنا لزوم تحقيقها. فمثلا لو أن شخصا من الأشخاص كان على سبيل المثال كان يشرب الخمر، ثم أراد التوبة إلى الله جل وعلا من هذا المنكر العظيم، أو كان يسرق وأراد التوبة إلى الله تعالى من هذا المنكر العظيم، يسر الله تعالى له أسباب هداية فوجد قلبه منجذبا نحو الله جل وعلا راغبا في حسن المتاب. هذه التوبة حتى تكون صحيحة لا بد أن يتحقق فيها الترك للذنب والندم عليه والاستغفار منه والعزم على عدم العودة والتخلص من التبعات. تركه للذنب كيف يكون؟ سيكون ترك شارب الخمر للذنب بإيش؟ بترك الشرب، وسيكون ترك السارق للذنب بترك السرقة. طيب، هل تتصورون بأن الترك يتحقق بمجرد ترك الذنب، يتحقق بمجرد أن يترك الشرب أو أن يترك أخذ المال؟ في الحقيقة أن في هذا المقام خطأ يقع فيه بعض التائبين حينما يظنون هذا الظن. ترك الذنب هو ترك لذات الذنب وترك لكل ما يتصل به وكل ما يذكر به وكل ما يتعلق به، فإن كل شيء يفضي إلى الذنب على الإنسان أن يبتعد عنه. فمن ترك الذنب أن يتخلص الإنسان مثلا من على سبيل المثال كل الأرقام التي تتصل بشربه للخمر، مثلا أرقام الموردين عياذا بالله أو أرقام المفسدين الذين يعينونه على استجلاب هذه الآفة، وأرقام الأصحاب الذين يشجعونه على ذلك، والأصحاب الذين يشجعونه على ذلك. من تركه للذنب أن يترك هذه الصحبة التي تعينه على ذلك الشر، أو قناني هذا الخمر مثلا التي كان يحتفظ بها في البيت، أيضا مما يذكر بالشر، لماذا يبقيها بل يتخلص منها حتى وإن كان يظن بأنه يمكن أن ينتفع بها في تعبئتها زيتا أو تعبئتها مثلا سمنا أو ماء أو ما إلى ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل تحريم الخمر أمر
بآنية الخمر فكسرت، مع أن الخمر ليست نجسة النجاسة حسية في ذاتها، وإنما هي نجسة النجاسة المعنوية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أراقها في أزقة المدينة، ولو كانت نجسة نجاسة حسية لما أوقع المسلمين الحرف في الحرج، لذلك لأنهم يمرون في هذه الأزقة ويحتاجون إليها، ولكنه كسر آنيتها ليكسر تذكر أي ليكسر تذكر أي شيء يذكر بها من قلوب المسلمين، حتى لا يبقى شيء يذكر بها. إذن هذا من الترك، الترك يحتاج إلى أن يتخلص الإنسان من كل ما يذكره بالشر، وهكذا السارق أيضا يتخلص من الشلة، أرقامهم، يترك صحبتهم الذين كانوا يخططون، قائمة الصيود الآتية التي كان يخطط للوصول إليها، كل ما يذكره بالسرقة أو مقتنيات ربما سرقها أيضا، هذه يبعدها عن نفسه حتى لا يبقى شيء يذكره بالذنب، هذا من ترك الذنب. أو الشاب الذي مثلا كان ينظر إلى الحرام، أي المقاطع الخليعة والصور الماجنة وما إلى ذلك، ثم تاب إلى الله تعالى من ذلك، هذا أمر طيب، ولكن عليه أن يعلم بأن من تمام الترك للذنب أن يتخلص من كل تلك الصور والمقاطع وغيرها التي امتلأ هاتفه بها، وإلا فما معنى الترك؟ إن هذا جزء مهم لا بد أن ينتبه الناس إليه. فالترك للذنب هو نبذ لكل ما يتعلق بالذنب كما ينبذ فعله.